في هذه الدوره هو اننا حطينا رقم قياسي في المجموعات اللي كتدفع الترومبلان. يعني وصلنا تقريبا 530 مجموعه فيهم 430 غير ديال الراب بوحده. هذا دليل على ان كاين طلب كاين واحد الطلب خاصه هنا لي ترومبلان ما بقاوش. كاين في مهرجان ديال الجديده كانت مهرجان موازين جوهره كاين جوهره في الجديده وكان مهرجان موازين جينيراسيون موازين. دابا ما بقاوش هذوك لي ترومبلان بقينا حنا بوحدنا دونك شويه مشكله اللي يعني كتخلينا كيطيح علينا حنا مهرجانات اخرين مهرجانات اخرين يديروا دي ترومبلان بحال هكا دي كومبيتيسيون منافسات المجموعات حيت سي هادشي اللي وصلنا هاد العام سي امبرسيونون وحنا ما نقدوش ناخذوا بزاف حنا الوقت محدود دونك خدينا 8 في الراب على 430 تقريبا 7 وخدينا 4 في الروك و 4 في لافيوزيون دونك ما حنا ما كرهناش ناخذوا اكثر ولكن الغلب الله الاخر كيبقى لك مجموعات كتبغي ديرهم ولكن ما كاينش الوقت باش ديرهم لافيش سي الدريه اللي دارت لافيش سميتها عائشه البلوي هي الاركيتيك ارتيست ارشيتيك دونك سي درت بحال بلون ديال كازابلانكا دونك سي اون غارد لي ديتاي فيه بزاف ديال الحوايج من الدار البيضاء دونك الترافاي غرافيك دار سور لا باز ديال الخدمه ديالها باش خرجات السميه ديال الفيستيفال وداكشي على باز الخدمه ديالها. ملي تحلوا لافيش شوفوا مزيان لي ديتاي وداكشي غتلقاي بزاف ديال الحوايج اما لي زافيش قدام ديال البولفار اما معالم في الدار البيضاء اما اشياء من هذا النوع. الراب هو اللي كثير الراب هو اللي كثير دابا حاليا في المغرب الراب هو اللي شاد السوق اما لا فيزيون والميتال هما اللي محتاجين يتعاونوا والموسيقى الالكترونيه كنهضر بيان سور فيما يخص الموسيقى البديله دونك بهذا انواع الموسيقيه هذه الراب هو اللي مسلك راسهم مزيان ولكن الراب محتاجين يلعبوا ولكن المشكله كاين الكسره بزاف في الراب ما كيلعبوش غالبيه ما كيلعبوش كتبقى دري داير 6 مليون دو فيو مثلا في 70 مليون عمرو ما حط رجليه في المسان دونك كيبيعوا خدامين غير بالانترنيت وبهادشي اللي خايب. حنا كنهضروا على اللايف كنهضروا على لاسين خشب يعني مهرجانات او قاعات يعني وسط العام ماشي غير تتكون يعني في الصيف ملي كيكونوا مهرجانات هما كيعيطوا على الفرق اللي معروفين ولكن كاين بزاف ديال الفرق واعرين يمكن ما معروفينش بزاف ولكن راه خصنا نعيطوا خصنا يلعبوا بولفار كاين مهرجانات اخرين حتى هما ولكن غتشوفي لا بروغراماسيون هي لا بروغراماسيون ديال الراب ثقيله لا بروغراماسيون لا جورني ديال الهيب هوب نهار الخميس ثقيله سواء في لي غوب انفيتي كاينين بزاف سواء في الغوب ديال ترومبلان كاينين بزاف حيت هما اللي كاينين الكثره زعما داكشي كيعكس الواقع. الواقع هو ان عندنا بزاف ديال الجروبات ديال الراب لان ما نقولوش الراب ساهل ولكن ما يحتاجش الماتيريال معدات كثيره ميكرو اورديناتور غتخرج شي حاجه دونك هادشي هو اللي خلى النوع هذا يولي لا حتى الراب هو مسيطر هو اللي ولا الشعبي حتى هو عتاني اللغه كاين خطاب في اللغه الشعبيه وعنده واحد الخاصيه ديالو يعني داكشي علاش خدا من شحال هادي برا 30 عام باش بدا كيتم الراب هنا واليوم ولاو فنانين هاد الراب ولاو عالميين ولاو مطلوبين في العالم ولكن غنرجعوا لديك القضيه ديال ما كاينش لي لايف بزاف ما كاينش اللي كان عليهم حنا الهويه ديالنا هي نخدموا على الفرق اللي في طور النمو كنعيطوا على الفرق الكبار ولكن حنا كنركزوا بزاف على هذا باش نسيطوا عليهم الضوء باش يتبرمجوا في يعني في فرص اخرين في المهرجانات كوتي دافيش عندك دادا وسموليكس في الهيب هوب عندك سوسيدل في الميتال عندك مدينة سولي في لا فيوجن هو فهد بن شمسي عندك الداي من الجزائر عندك العيطه مونامور وداد فرانكو فان بروجي مغربي تونسي هادو هما الكبار اللي بغينا زعما اكبر مجموعات كاينه في هاد الدوره هادي يمكن نقولوا غير واحد القضيه على حنا ماشي مهرجان ديال اللي تضافش حنا كنحاولوا نجيبوا فرق واعرين واحد الفرص ما كيكونوش معروفين بزاف يعني ماشي الدور ديال المهرجان هو يكتشف الناس يكتشفوا انواع اخرى ومجموعات اخرى ولكن كاين فرق مثلا سوسيدا تندنسيز راه يعني فريق تاريخي من الامريكان جين بالنسبه للميتال هادي الناس اللي دابا حنا راه هاد العام كنحتفلوا في 10 سنين ديالو اللي بدا البروجي ديالو ولكن الناس كيجيو حيت كاين الثقه في البرمجه ديال واحد الناس كيكتشفوا ديما موسيقى جديده او انماط جديده وهذا هو اللي كيخلي الناس كيجيو قربوا قربوا لا سي بون